أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوي انفجارات ضمن مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور ناجمة عن ضربات جوية لقوات التحالف على مزار عين علي في بادية الميادين. الضربات تأتي عقب استهداف الميليشيات المدعومة من إيران حقل العمر النفطي بريف دير الزور، أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقة صاروخية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة. من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك سيد رامي، هل رشحت أي معلومات بشأن هذا الاستهداف وأين تمركز بالضبط؟ مساء الخير. نعم، الاستهداف كان لمزار عين علي والذي يعتبر قاعدة للمجموعات الموالية لإيران وأيضا لمحيط مدينة الميادين، أي أن الاستهدافات كانت في هذه المنطقة تحديدا بعد استهداف حقل العمر النفطي الذي يعتبر قاعدة، أكبر قاعدة أمريكية داخل الأراضي السورية. أيضا هذا الاستهداف كان اليوم التالي، يعني على التوالي، بعد أيضا ما جرى أمس من استهداف حقل كونيكو للغاز. بعدها كان هناك استهداف لطائرات يرجح بأنها أمريكية لمواقع الميليشيات التابعة لإيران في منطقة الشبلي وطريق قاعدة عين علي، أي أن الاستهدافات كانت شاملة أكثر يوم أمس. ولكن دعنا نقول بأن الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين بدأت تظهر للعلن بعد إعلان المجموعات الموالية لإيران في العراق استئناف عملياتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، الأمر الذي صعد من هذه الاستهدافات خلال الأيام الفائتة، باتت استهدافات شبه يومية للقواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. هل من معلومات حول الخسائر؟ الاستهداف كان لمجموعة من القادة، لساحات مفتوحة أو حتى لشحنات أسلحة ربما؟ يعني دعينا نقول بأنه ليس لشحنات أسلحة، هو يعني قضية إثبات واستهداف واستهداف مضاد لإثبات الوجود. وعلى ما يبدو بأن هذه باتت السياسة بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية داخل الأراضي السورية، أن هناك لا إيران ولا هذه ميليشياتها يريدون قتل المزيد من الجنود الأمريكيين إثبة على ما كان عليه الحال في الأردن. وأيضا أمريكا حتى اللحظة بالاستهدافات التي كانت أمس واليوم لن يسجل سقوط أي خسائر بشرية في صفوف هذه الميليشيات. طيب سيد رامي، هل من معلومات أخرى حول مهن إير، هذه الشركة الإيرانية؟ يعني وردت معلومات بأنه تنقل عبرها أسلحة وكثفت هذه النقلات، هل لديك أي معلومات في هذا الصدد؟ يعني وجهت رسائل صارمة من قبل روسيا للإيرانيين بأنه استخدام المطارات المدنية من أجل نقل السلاح الإيراني سوف يكون له عواقب كبيرة. لذلك نقول بأن إسرائيل عندما توقفت عن استهداف المطارات كان بالاتفاق الغير معلن مع روسيا بأنها تضمن عدم استخدام المطارات، لأن إيران تستخدم المطارات، كانت يعني بشكل أساسي مطارات كحلب بنقل السلاح عبر طائراتها المدنية، أو حتى نقول ليس سلاح، بعض المعدات الدقيقة كانت تنقل عبر هذه الطائرات. ولكن إيران لديها خط بري مفتوح يستهدف في بعض الأحيان من قبل الأمريكيين أو الإسرائيليين، وفي كثير من الحالات تمر الشحنات ما يريدون نقله من عبر العراق من إيران إلى الأراضي السورية وإلى لبنان، والسلاح متدفق بشكل مستمر. أشكرك من مدينة كونفتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.